مين اللي كان بيجاوب مواد صح؟ كلام مواد ده؟ ان اهل طرابلس برضه كانوا عايزين، كانوا اهل طرابلس كانوا يريدون الارتداد عن الاسلام. مش كانوا يريدون، هم ارتدوا بالفعل. أهل طرابلس دول قارن موقفهم، موقفهم أنهم ارتدوا عن الإسلام، ارتدوا عن الإسلام، وبيقول لك الموقف بتاعهم. تمام كتبنا؟ معلش يا مس، ارتدوا عن الإسلام ورفضوا دفع نعم، ضريبة رفضوا دفع الدفاع. ضريبة الدفاع التي كان قد فرضها عليهم عمرو بن العاص من قبل. شكرا يا يوسف. يلا آية، السؤال اللي بعده. نعم يا مس، ثواني بس يا مس هكتب آخر كلمة. تمام. ما اوكي ما. رقم 4. عارفة يا مس، ثانية بس بدور، يعني عمالة طيب بجمع الإجابة. ماشي، أحب أهل برق عقبة أحب أهل برق عقبة برقة مش برقة، برقة. برقة وأنس وكان الدوري، دورة موقف أهل بركة من عقبة بن نافع، وما الدور الذي قام به بينهم عندما تركه عمرو بن العاص وعاد إلى ولاية مصر كان وقعد له دور معهم. في حيث أنه كان قام بتعليمهم اللغة العربية، لغة القرآن، حتى يتلون لغة القرآن تلاوة صحيحة. و وماذا علمهم أيضا؟ علمهم شعائر إيه؟ الشعائر الدينية والشعائر الدينية. تمام، يبقى هنا هنقول موقف أهل برقة من عقبة بن نافع، ها موقف ترحاب، إنهم كانوا يرحبون به ويحبونه. الدور الذي قام به، قام بتعليمهم اللغة العربية وترتيل القرآن الكريم وتعليمهم شعائر الدين أو الشعائر الدينية. كتبنا؟ طب يا مس، عادي اجاوب السؤال ده كم سنة؟ بعده كم؟ طب ايوه. نكتبه بس زمايلكم يخلصوا. كم سنة قضاها؟ استنى لغاية ما يكتبوا بيا. خلصتوا شباب؟ طيب قولي يا، قولي يا يوسف كم سنة؟ بس انا عايزة اجاوب. كلنا هنجاوب، يلا وانا كمان يا مس. والأسئلة كتير وهنجاوب كلنا، أنا عارفة إن أنتوا شاطرين وعايزين تجاوبوا. يلا، كام كم سنة سنة قضاها؟ قضاها عقبة في برقة، وفي يا أي مش شيء برقة، إيه قضاها؟ برقة دي؟ برقة برقة. إيه برقة؟ قضى عقبة في برقة 4 سنوات، وفي نعم وقضاها في تعليم أهل برقة. تاني برقة. برقة مش اللغة ملاحظين إن العربية السؤال و بيكرر كتير؟ السؤال اتكرر كتير معاكم، السؤال اتكرر هنا كتير، اللي هو علمهم ايه وقام معهم بدور ايه، كان رائدا دينيا في خلال ال4 سنوات، كان يعلمهم اللغة العربية ويعلمهم ترتيل القرآن الكريم والشعائر الدينية، اتكررت كذا مرة، خدوا بالكم، فخلي بالكم من السؤال ده. يبقى كان بيعمل ايه في ال4 سنوات؟ قلنا كان رائدا دينيا يعلمهم أمور الدين والشعائر الدينية، كما علمهم اللغة العربية وعلمهم ترتيل القرآن الكريم. تمام كده؟ شكرا يا يوسف. يوسف طارق. أماكن كانت إقامة عقبة إلى برقة خيان أهله، وضح ذلك. ازاي عقبة في ال4 سنوات يا يوسف اللي قضاها مع اهل برقة كانت خير له ولأهلها؟ ها ازاي كانت خير ليه ولأهل بركة؟ وضح ذلك. احنا لسه برضه بنعيد في نفس الكلام، هو خير، هنقول الأول خير له ايه؟
أنه له وعلمه وعرف أنا عارفة يعني بابا أخذ خبرة في التعامل مع أهل أخذ بابا. طبعا أهل بابا طب وبالنسبة لأهلها تعلموا إيه؟ لأهلها كان أقرب لأهلها أيضا دينيا، بيعلمهم اللغة العربية والقرآن الكريم، هو بيقول ترتيل لك القرآن هنا الكريم. إقامة عقبة خير ليه، إحنا عرفنا إن هو أخذ خبرة طويلة في التعامل مع أهل بركة والروم، كذلك هنا كانت إقامة عقبة في بركة خير لأهل بركة. ليه؟ لأنهم تعلموا من عقبة بن نافع، تعلموا منه اللغة العربية وتفسير، وتتلى القرآن الكريم وإيه تاني، والشعائر الإيه؟ والشعائر الدينية. برافو عليك، شكرا يا يوسف. ايوه كده، عايزاك كده مصحصح دايما. سيف بس نمت، ممكن أجاوب؟ نمت ولا صحيت يا سيف؟ يا ولا ايه سيف، صح. صاحي بجد؟ اه نايم. والله. لا صح. تمام. طيب انت لو نمت اصحيك، ما تقلقش. يلا يا سيف، السؤال اللي بعده. 7، جاف ما ولا موقف نايم؟ أهل طرابلس عندما عملوا برحيل أعلم برحيل رفضوا الأسئلة دفع بتتكرر. رفضوا دفع ضريبة الدفاع ها، والأهم من كده، إحنا عرفنا إن أهل بركة ظلوا على الدين الإسلامي وحافظوا على دينهم، أما أهل طرابلس ماذا فعلوا؟ هتقول إيه؟ ارتدوا عن دين الإسلام. نعم، ارتدوا عن، أول حاجة هيبقى تقول موقفهم حاجتين، واحد ارتدوا عن الدين الإسلامي، اتنين ها رفضوا دفع ضريبة الدفاع دفع ضريبة الدفاع التي فرضها عليهم مين؟ من عمرو بن فرضها؟ العاص. عمرو بن العاص من قبل. تمام، اعتقد ان الفصل ده كده يعني اتحفظ، اي سؤال فيه يجي هيبقى سهل. هي القصه كلها جميله، اعتقد ان هي جميله بالنسبه لكم كمان مش بالنسبه لي انا بس. ايه طبعا ماشي. طب الحمد لله. يلا البنات بقى احسن كده، البنات انا عماله اخد في ولاد ولاد وهيزعلوا مني وانا ما اقدرش على زعلهم. ناخد مين بقى؟ خلي فريده في الاخر نحل بيها. يلا آي، يا مس وانا ما قلتش حاجة. انت مين؟ حمزة. اه انت الخير والبركة يا حمزة. حاضر، يلا اقول قولي يا آي، 8. قولي يا آي، اتفضلي. نعم يا مس، كيف؟ كيف تغيرت الأحوال في الدولة الإسلامية بعد استشهاد عمرو بن الخطاب عمر تولى عثمان بن عفان؟ يا حبيبتي، انتوا عمر، ليه؟ بصوا، عمرو عين بن ميم الخطاب. ره، استنوا بس، عين ميم ره عمر، لو لقينا فيه الواو دي تبقى عمر فيها واو في الاخر تكتب ولا تنطق معايا عشان ما تلخبطوش. ما ينفعش اقول عمر بن الخطاب، عمر اخرها واو، عمر من غير واو، خلاص ركزوا بقى بس فيها. احنا بنتلخبط فيها على طول. طب ما هي، ما انا قلتها لكم بطريقه سهله، عمر في اخرها تمام واو تكتب ولا تنطق، لقيتي الواو تبقى عمر، ما فيش واو تبقى عمر، عشان عمر ما يزعلش منك، انت حرة. اي حد اسمه عمر هيزعل منك لو نطقتي عمر. يلا. حيث تولى عثمان بن عفان الخلافة وعزل عمرو بن العاص عن ايه ولاية يا عم؟ مصر، وتولى مكانه عبد طب قول. عمرو بن العاص وتولى مكانه عبد الله بن سعد ابن السرح. بن سرح. طيب تمام. بصوا بقى، احنا لما بنيجي نقول بنت، شايفين دي؟ عمر ابن الخطاب، شايفينها عند السهم اهي، ايوه معايا معايا كلكم، ما بنقولش عمر بن الخطاب، مفيش حاجة اسمها بن الخطاب، اسمها عمر ابن الخطاب. طب ليه ما نطقناش وكتبنا الألف؟ ليه الألف بتاعت ابن اتشالت؟ عارفين ابن دي اللي هي ايه؟ ابن وابنة واثنان من واثنان، الأسماء التسعة. أسماء التسعة اسماء التسعة اللي في ايه؟ ألف الوصل ولا همزة القطع؟ ألف الوصل. ألف الوصل. ألف الوصل. طيب هنا اتحذفت ليه؟ احنا بنحذف الالف دي بتاعت ابن لما بيكون وقعت بين علمين. يعني ايه علمين؟ الحاجات دي هتاخدوها بعد كده اما تكبروا شويه، بس انا بحب اقول لكم على الحاجات دي عشان انتوا شاطرين، فاقول لكم على حاجات لازم تكونوا عارفينها حتى لو لسه ما جاتش، عشان انتوا بتتقبلوها وبتعرفوها. يعني ايه بين علمين؟ يعني هنا اسم وهنا اسم، وهجيب فلان ابن فلان، يبقى هنا عمر ابن الخطاب، واقوم شايله الالف، تيجي بين العلمين دول بقوم حاسفه الالف بتاعتها. تمام، لكن لما باجي انطقها ما بقولش بن، مفيش حاجه اسمها بن، هو ابن دي بقت بن، ينفع؟
يبقى اسمه ايه؟ لا عمر ابن الخطاب. انا بنطقها لكن لا تكتب. ليه؟ لماذا؟ لان هي بتحذف بين علمين. يعني ايه بين علمين؟ يعني بين اسمين، عمر والخطاب، جت بين اتنين اهو. اقفلي الصوت يا جن. جت بين الاسمين يبقى بحذف الالف. خلاص معايا؟ فهمتوا النقطة دي ولا معاك يا مس؟ فهمتوا ولا صعبة؟ عشان أنا ملاحظة إن سهلة دايما تنطقوها بين، سهلة جدا يا مس. تنطقوها دايما مس بين. حضرتك حليتي لي حاجة حياتي كان نفسي أوي أعرفها، إيه هي؟ إزاي أفرق بين ابن وبنت؟ طيب مفيش حاجة اسمها طيب بين. يا مس، برضو بخصوص ألف الوصل، أنا كنت وأنا براجع الدرس لقيت ملحوظة إن لو أنت عايز تفرق إذا كانت الكلمة دي ألف وصل أو همزة قطع، جرب إنك تنطق الكلمة دي مع واو أو فاء قبلها. ايوه، واو الواو. فالخطاب مثلا بس دي للناس العادية اللي هي مش دارسة، الناس العادية اللي هم الأطفال اللي في المرحلة الابتدائية اللي لسه ما أخدوهاش. لكن احنا عرفنا نفرق بينهم إن هي بتيجي في الأسماء والأفعال والحروف، وعرفنا ازاي امتى تيجي همزة قطع لما يكون الفعل ماضي وثلاثة وأربعة، ثلاث حروف واربع حروف، وامتى تيجي الف وصل لما اكون خمس حروف او ست حروف. فانت كبير خلاص، دي بتاعت الاطفال اللي نحط وانا واو قبل فقط الكلمه. بستخدمها عشان اتاكد من اجابتي، اتاكد انها صح، ممكن بستخدم الحركه دي. للتاكيد، لكن انت لازم تعرف ان هي يا اما في الاسماء يا اما في الافعال يا اما في الحروف، وامتى تكون في الافعال وامتى تكون في الحروف وامتى تكون في المصادر، لان المصدر لازم تجيب الماضي منه عشان تعرف دي همزه قطع ولا الف وصل. وعلى فكره الدرس ده ما بناخدوش هباء كده، يعني ما بناخدوش عشان نحفظ كلمتين منه وخلاص. ده بينفعنا في الإملاء، الهمزات اللي بنغلط فيها بتبقى سبب ان احنا ننقص في اللغة العربية في الامتحان. الهمزات، امتى نكتب الهمزة على النبرة، كل ده هناخده الفترة الجاية. احنا ان شاء الله عندنا وقت كتير قبل الامتحان، الامتحان هيبقى في شهر يناير، فعندنا حاجات كتير جدا عايزة اقولها لكم، حتى لو مش مكررة عليكم هتبقى حاجات تفيدكم في الإملاء وتفيدكم في حياتكم كلها. خلاص اتفقنا؟ وبرضو يا مس، في حاجة أنا عايزة أعرفها جدا، ايه هي؟ الهاء والتاء اللي بتبقى في المربوطة اللي بتبقى في النهاية دي إمتى أحط عليها نقطتين وإمتى لأ؟ حاضر. بس كده دي سهلة جدا، دي بتاعة تالتة ابتدائي جريد 3، ده درس عنده. هشرح لكم الحاجات دي، هجمعها كلها مع بعض، واللي عنده أي استفسار وعنده أي سؤال يجمعها في ورقة كده ويقولها لي، زي ما قال يوسف دلوقتي كده الفرق بين التاء والهاء اعرفها ازاي. كلكم جمعوا لي الحاجات اللي انتوا قلقانين منها وهنظبطها في حصه كلها كامله. خلاص بس نخلص بس المنهج نبدا نراجع. نعم مش التفريق ما بين الهاء والتاء ان احنا نيجي نقرأها ونشوف كده هتنفع، نقرأها بالطريقتين ونشوف هي هتنفع ازاي، ولما تنفع بطريقة تبقى هي دي كده. لا طبعا، هو مش بالشكل، مش بالشكل يا حمزه، يعني مش هقول لايقه او مش لايقه، لا بيبقى في قاعدة ليها، قاعدة للهاء المربوطة والتاء المربوطة. امتى اعرف ان دي تاء مربوطة وامتى اقول لا دي هاء، دي محتاجة درس هنقولها مع بعض بالتفصيل ان شاء الله. ما تقلقوش، كل حاجة انتوا عايزين مش ممكن تعرفوها اجاوب السؤال اللي بعده؟ طيب قولوا بسرعة عشان انا اخرتكم، عشان في حصة عندكم متهيألي، صح؟ لا يا مس دي عشان اللغات يا حاسس. مس، طيب عند اللغات. طيب قولوا. طيب ايوه انهي انا سؤال؟ اللي تسعة، احنا بقوله. وقفنا التسعة صح؟ ايوه قارن بين موقف عمر بن الخطاب وعثمان تجاه فتح إفريقيا. طبعا عارفين الفرق بين عمر وعثمان، اللي حصل موقفه بالنسبة لعمر وموقف عثمان. يلا جانا اللي هجاوب ولا كان؟ يلا يا جانا. أيوة. موقف عمر بن الخطاب، رفض عمر بن الخطاب وقرر الانتظار بضعة سنوات، أما عثمان بن عفان فقد تأنى وتشاور مع الصحابة وقرروا تكملة ما بدأه عمر بن الخطاب في الفتح. عمرو بن الخطاب برضو ازعل منك والله، عمر بن الخطاب، انا عمر بن هزعل الخطاب منك معلش. وعمر هيزعل، اي حد اسمه عمر هيزعل منك قوي، انت كل شويه تقولي عمرو عمرو عمرو، ينفع كده؟ احنا هناخد معلش درس مش كامل، هنعرف واحد اسمه عمر هناخد اكيد درس هيزعل كامل تاني. على الفرق بين عمرو وعمر. شكرا يا جنى، اجابتك جميله جدا، بس خلي بالك بقى من موضوع عمرو وعمر ده. ماشي اتفقنا؟ للأسف اتفقنا يا مس. الوقت معاكم بيخلص بسرعة، وبجد يعني الحصة بتاعتكم ممتعة جدا معايا بصراحة بالنسبة لي،
معرفش بالنسبة لكم ايه بقى. يا رب تكون كويسة بالنسبة لكم انتوا كمان. اه مس جميلة الحصة. ايوه يا مس جميلة، انا بحب حصتك جدا حبيبتي يا ايه، انتوا كمان الوقت فيها بيجري بسرعة. فعلا الوقت الكويس بيجري بسرعة. نشوفكم على خير ان شاء الله بكرة مع حصة جديدة بإذن الله. يلا السلام عليكم. مع السلامة. عليكم السلام.